نحتاج إلى توضيح في كل مرة، ربما وضحنا أكثر مرة، ولكن التذكير به. نأكد للسادة المشاهدين، للسادة المحامين، للسادة القضاة، للرأي العام الوطني، أننا دعونا مساء الاثنين فقط أو الأمس سيد كاتب سيد رئيس فرع الجهوي المحامي بتونس سي العروسي صغير، دعيناه للمباشر ورفض. كذلك اليوم توجهنا بدعوة لسيد عميد المحامين وفتحنا له الباب، قلنا غدا إمكانية لقاء خاص. كذلك اعتذر لأنه سمعنا سيد عميد المحامين في الندوة الصحفية، دعا السادة الصحفيين والإعلاميين إلى التعريف بالمحاماة وبنضالاتها وبالتاريخها ضد ما تتعرض له من هجمة ومن تشويه من أطراف عدة. أنا فتحنا الباب وكنا نفضل يستغل سيد عميد المحامين هذا المنبر، منبر الزيتونة، ليتوجه للجمهور والمحامين من خلال هذا المنبر ويوضح عدد نقاط. على كل، يبقى منبرنا مفتوح دائما وحق الرد مكفول لمن يطلبه، ولكن في نهاية المطاف نحن آلون على أنفسنا نقدم رسالتنا. ومرحبا باللي يحضر ومرحبتين باللي يحضرش، فقط حتى نكون واضحين. خلينا نبدأ سريعا 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 سريعا. العيادي نذكر بأنه بطاقة إيداع ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيري وتحديد جلسة محاكمة يوم 22 ماي البارح، شهد الحاج مبارك زميلتنا الصحفية السجينة في المساعدين في سوسة، تأجيل جلسة التعقيب للمرة الثانية وعينونها يوم 28 ماي. بالنسبة لجلسة محاكمة 22 ماي مراد الزغيدي وبرهان بسيس أحلوها على معنى فقرة الثانية من فصل 24 من مرسوم 54. وبالنسبة للمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني عندها ثلاثة قضايا تنشوفوا وفق تعبير محاميها. نبدأ معك أستاذ العيادي، وخلينا نبدأ بالبلاغ الأخير، الحدث الأخير، أنه مجلس العمداء تعرفوا أهميته، مجلس العمداء سيد العمداء اليوم أصدر بلاغ. شو يقول فيه مجلس العمداء؟ يقول أنه نأخذ النص إذا كان جاهز في الخلفية، بيان السادة مجلس العمداء في تونس التأم بحضور شكون حضور السادة العمداء؟ عبد الوهاب الباهي، عبد الجليل البراوي، البشير الصيد، عبد الستار موسى، شوق الطيب، ومحمد الفاضل المحفوظ، هذوما اللي حضروا فقط. يقول كونه يؤكد على أن المحاماة يجب أن تبقى حرة مستقلة متضامنة موحدة عصية على التطويع والتوظيف أي جهة كانت. يقول كذلك أنه يدعو إلى تركيز مؤسسات صلبة أهمها مجلس أعلى للقضاء مستقل، مجلس أعلى للقضاء مستقل. ويدعو مجلس العمداء رئيس الجمهورية بوصفه الضامن للدستور إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاحترام دور المحاماة وفتح حوار مع هيئة المهنة. هل من تعليق مباشر أستاذ العيادي على بلاغ مجلس العمداء خصوصا فيما يتعلق بالصعيد الضامن للدستور؟ أي دستور وأي ضمان أستاذنا؟ يعني الدستور في الحقيقة هذا وصف يعتبر معناتها خاطئ، لأن يقولوا سوء التكييف، لأن الدستور لا يكتبه شخص فرد واحد، هذه مدونة خاصة به، ولا يمكن أن تقوم مقام الدستور. الدستور هو يعني لابد أن يكون عمل لمجلس كامل، مجلس تأسيسي، وهذا ما لم يحصل، لأنه اللي وقع وألغى دستور ويعني قام ببعض المشاورات ثم أخرج من جيبه هذا الدستور الذي سمي دستور ولكنه في الواقع ليس دستور ولا علاقة له، لأن بناء دولة القانون، لأن دولة القانون هي الدولة المقيدة بأحكام القانون، فإذا كان هي يصبح القانون هي إرادة شخص فهذا ما أبعد ما يكون على دولة القانون، هذا معناتها حكم فردي أسس لحكم فردي، وبالتالي لا يمكن أنه أنا أستغرب كيف للعمداء أن يتحدثون عن دستور اللي هو صناعة فردية. من جهة أخرى البيان هو يتحدث على
ارتاح حوار وبعث أو إعادة بعث المجلس الأعلى القضاء المنحل ثم المحكمة الدستورية. يعني كلها برامج سياسية يعني لا غير مرتبطة بحقيقة الأوضاع في تونس. لكن دعوت حقيقة الأوضاع السيد في تونس الاستاذ العيادي، اسمح لي على المقاطعه، عندما يدعو الى ارساء مجلس اعلى للقضاء مستقل، اليس هذا فيه اقرار بان المجلس الحالي فاقد للاستقلاليه؟ المجلس الحالي ما عندوش وظيفة، هي هو يعني حتى القضاة يعني يقع تسميتهم يعني بموجب مذاكرة صادرة عن وزيرة العدل، هو ليس شغال يعني المجلس هذا، والجميع يعلم الأمر هذا. نعم، الحديث على مجلس أعلى للقضاء يعني هو طرح غير واقعي في سياق غير واقعي، وهناك هجمة توا يعني شرسة على لسان الدفاع عن محاماة، وفي الحقيقة على كل لأن شنو هو القانون؟ القانون هو رسم حدود، هذه السلطة لا تؤمن بالحدود، هي تتجاوز كل الحدود، والدليل على ذلك هي ذيك الطريقة اللي وقع بها يعني اقتحام دار المحامي، يعني هي خلينا نقول هي معناتها استعراض قوة وليست يعني لا شأن لها بالعمل القانوني وبالشرعية. حتى وإن كان بغاية تنفيذ بطاقة جلب أستاذ العيادي. طبعا بطاقة جلب يا أخي هي معلومة، معناتها معلومة اللي هي موجودة في دار المحامي، هذا ليس سر وهذا كان متداول، وكان الأمر يسير بمفاوضة مع العميد أو هيك المهنة ويقع مطالبة المعنية بطاقة الجلب، ولكن أنها بعد يعني التحفظ وغضب المحامين، أعاد البوليس أو الأمن نفس الكرة عند اقتحام ليلة الاثنين دار المحامي، وشوف الصور في الخلفية، التهشيم الأدوات المكتبية، و نقول اختطاف، أكثر من اختطاف ربما، الأستاذ مهدي زقروبة.